من بطلات لو نفسك تخس في مدينة المنصورة بنحييكم. النهاردة معانا رانيا. خسيتي كم؟ خسيت 25 كيلو. رانيا خسيت 25 كيلو، يلا بينا نشوف هذا الإنجاز عشان نتشجع، ويمكن ناس مننا تتشجع برانيا وتتغير. هي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس، والفيديوهات الحماسيه التشجيعيه اللي انت لو شايف انها مهمه ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه. ودي تسقيفه. انا كنت دايما تخينه، ببقى طالعه السلم نازله مش قادره انزل خالص، دايما على طول تعبانه. لما كنت بخرج كنت على طول بنهج، مش قادره اروح في مكان، يعني مش قادره انزل اللي هو بعد خطويه. وبعدين فجاه كده ربنا وعدني بواحده صاحبتي، قالت لي في صفحه اسمها لو نفسك تخس. انا طبعا كنت باخد علاج وكنت باخد حاجات كلها كانت مضره ليا، فكنت بشرب مياه غازيه، يعني انا على طول المياه الغازيه دي بدل الميه دايما كنت بشربها، اكل شيبسي وبيبسي وحاجات من دي كتير، اكل بقى من بره من جميع الاكل كله من بره، بيتزا وحاجات من اللي هي فيها دهون دي كنت باكلها على طول. وبعدين لما رحت للدكتور قال لي انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، طول جسمك على رجلك، وبقى يديني مسكنات. وبعدين قلت لا انا هفضل لحد امتى. بصراحه فيديوهات حضرتك والناس اللي مع حضرتك بيشجعوني جدا ان انا اخس، يعني الحمد لله بقيت بقى انظم اكلي. اكلي دلوقتي بقى كله صحي، ما فيش فيه اي دهون، رز مسلوق، كل حاجه بتاعتي عباره عن مشويه مسلوقه، ما فيش فيها اي دهون ولا زيوت ولا اي حاجه. واتعودت حتى يوم الفري ما كنتش عايزه اكل حاجه فيها زيت خالص، يعني اللي هو خلاص انا اتعودت السبع ايام باكل الاكل ده. البيبسي حسيت ان هو بقى طعمه مر في بقي، الشيبسي والكولا والحاجات دي منعتها خالص، منعت كل حاجه من بره، منعت البيتزا والشاورما، كل الحاجات اللي هي بتاعت بره منعتها خالص. والحمد لله بقى خسيت ال 25 كيلو في 4 شهور، ملتزمه بالخضار بتاع حضرتك، باللبن، بالبرنجان، بالجزر، كل حاجه ماشيه عليها بالظبط، مش بزود ولا بقلل حاجه خالص. يعني لو مثلا ما فيش فاكهه ما باكلهاش نهائي، مع ان انا اصلا قبل الدايت كنت باكل كميه فاكهه، موز ده رهيب، بس الحمد لله مع حضرتك الحمد لله حسيت بفرق رهيب، بقيت اطلع وانزل حاسه ان انا خفيفه، وان شاء الله مكمله لحد ما اوصل للمثالي باذن الله. ان شاء الله يا رانيا وربنا يبارك فيك يا رب. طبعا يعني انا 120 رقم انا حسيته وعشت فيه، يعني رقم كبير، يعني تقل على الجسم زي ما انت بتحكي كده. وطبعا انا كانت فرحتي لما كسرت ال 100 كانت فرحه كبيره قوي. احكي لنا على فرحتك لما طلعت على الميزان ولقيتيه بقى رقمين بدل 3 ارقام. احساس جميل قوي، احساس جميل لدرجه والله كنت بشوف الاكل، لو انا شايفه مثلا محشي مكرونه بشاميل معموله في البيت انا ببص لها وبدور وش الجهه الثانيه، اللي هو خلاص انا مش هاكلها، مش هاكل منها، انا هاكل الاكل الصحي بتاعي. ما بقتش ابص لاي اكل هيضرني، خلاص انا عارفه ان ده هيضرني ما ببصلوش. نسبه التزامك كام في الميه؟ لا 90. ال 10% رايحين فين؟ ال 10% بقى يعني ممكن لخبطه بسيطه كده، اللي هو مثلا ساعات اكون دايخه فباكل فاكهه، دي اللخبطه بتاعتي، اما اي لخبطه تانية لا. يعني بتلخبطي جوه النظام؟ مش بره، مش مثلا تمام. بيتزا حاجات جاتو، والله كان عندي عيد ميلاد اخويا من يومين وما اكلتش تورته ولا اكلت اي حاجه من دي خالص، بصت لها ودورت وش الجهه التاني، والحمد لله مكمله ان شاء الله لحد ما اوصل للمثال ان شاء الله باذن الله. قولي لنا انت عرفتينا امتى؟ عرفتينا ازاي؟ عرفتكم عن طريق واحده صاحبتي كانت معايا في الدراسات، انا قاعده في مجمع المحاكم، لقيتها بتقول لي لا يا رانيا ما ينفعش جسمك يكون مليان وكده، لازم تخسي عشان صحتك، انا زعلانه عشانك. انا كنت دايما ببدا النظام اللي هو ايه، بمنع النشويات، العيش والرز والمكرونه، اللي هو باكل خضار وبروتين بس، فما بقدرش اكمل. فباكل هو ده اللي بيحصل يا رانيا. يعني دايما كان في حد برضه اتكلمنا في هذا الموضوع قبل كده، ناخد بالنا قوي من موضوع
حرمان الجسم من النشويات بشكل مطلق، يعني ان انت بترفع عنه النشويات خالص. غلط، اوعى تعمل كده. حتى لو انت شايف نتيجة بتحصل قدامك فده مش صح، ده وكأنك بيدخل لك فلوس مثلا من حاجة مش صح، او مش حاجة شرعية، وده بيؤدي للجسم ان هو في النهاية الوزن يرجع يزيد تاني. صح؟ ايوه صح فعلا، وانا كنت بعمل كده، يعني كنت دايما مثلا امنع وفجأة الاقي نفسي خلاص مش قادرة فباكل وبزيادة. لكن الحمد لله النظام بتاع حضرتك صحي، ما فيش فيه يعني حرمان من اي حاجة. النشويات باكلها في اوقات كتير، مش حرمة جسمي من حاجة، مش حاسة ان انا عاملة ضي، انا حاسة ان انا كده حياتي فيما بعد هتبقى كويسة، يعني فيما بعد خلاص انا اقلمت نفسي ان هو اي دهون اي حاجة هتضرني ما باكلهاش، وكده مرتاحة والله، مبسوطة جدا وبشكرك جدا وبشكر اللي يسمع كده. رانيا يقول ان انت مثلا يعني طول عمرك محافظة على رشاقتك، يعني اللي هو ايه، اصل في ناس ما بتصدقش، يعني يقولك ايه ده، احنا مفروض احنا نقدر نتغير كده، احنا نقدر. طول ما الواحد بيتحكم في كل الاكل اللي بيدخل البق خلاص، يعني انا كنت باكل كل حاجه بكميات كبيره، يعني ممكن كنت اكل مثلا قطعه المكرونه البشاميل، ممكن اكل قطعتين الضهر لا وما استكفاش، وممكن اتغدى بيها اتعشى بيها، يعني بدل العشاء اللي هو الزبادي الدايت لا كنت بتعشى بيه. لكن الحمد لله خلاص وقت ما المعده بحس ان انا شبعت خلاص بوقف اكل، ما بضغطش على معدتي. انا بقى كنت الاول اتغدى واشرب بيبسي، ولو مثلا في حاجة بحلي، يعني كان الموضوع معايا صعب جدا. كل ما هتفتح في حاجة هتيجي فيها وراها حاجة وهتلاقي الدنيا هتبوظ معايا. لا وبعدين الناس كانت بتديني سن كبير، انا سني 22 سنة، فالناس كانت بتشوفني اللي هو مثلا عندي 28 30 سنة، لان السمنة مدياني سن كبير. فانا قلت لا لازم الصراحة، انا لما دخلت الصفحة عندكو عند صفحة لو نفسي خست حسيت براحة تامة رهيبة، يعني الحمد لله ربنا يبارك لكم يا رب كلكم. التشجيعات اللي حضرتك بتنزلها ومس ايات والدكتورة ياسمين وفريق العمل كلهم ما شاء الله ما شاء الله، فعلا بتشجع. يعني انا لو هلخبط مجرد ما بفتح الفيسبوك وبلاقي حضرتك وبلاقي فريق العمل الحمد لله بتشجع والحمد لله ملتزمة. انا لو عديت حتى من سوبر ماركت كنت دايما ندخل اجيب ازاي بيبسي كده وانا ماشي اسلي نفسي فيه، دلوقتي لا الحمد لله حتى يوم الجمعة ما عمتش بحب اشرب. السكر انا منعاه، يعني السكر انا منعاه اللي هو السكر اللي هو منعاه خالص، حتى الحلويات ببقى نفسي فيها ممكن ما كلهاش ان شاء الله. ولنا بقى ايه اسهل وسيله انت بتجيبي بيها النظام؟ يعني في ناس بتسال ازاي ممكن ان انا احصل على نظام يوميا كده وبسهوله، يعني انت ماشي على نظام مسابقات صح؟ انا بدخل على الفيسبوك، بدخل على اول الصفحه بتاعت حضرتك، بنزل الانظمه كلها على الجهاز في الاستوديو بسيبها عندي زي الفل. يعني احكي لنا بتعمل ايه في الفري؟ الفري بقى انت مثلا نفسي في مكرونه بشاميل بعملها بس من غير اي دهون، يعني مكرونه مسلوقه من غير زيوت ولا دهون، اللحمه المفرومه كذلك، ممكن قطعه سمنه بلد صغيره بس في البشاميل بس، وباكل قطعه واحده ما عدتش بقدر مثلا اكل اتنين او ثلاثه. لا المحشي حسيته عالتقيل، ممكن لو ليا نفسي مثلا له باكل 8 صوابع 10 صوابع مش اكتر من كده. الناس لما شافتك خسيتي 25 كيلو قالوا لك ايه؟ طبعا الدنيا يعني اديني تحفيز، طبعا في ناس هتحبطني فعلا، في ناس كتير احبطتني، لا انت شكلك بقى مش حلو، انت وانت مليانه كنت احسن، دي ناس محبطه انا شلتهم من قاموسي خالص، بقيت اسمع كلامهم واقول لهم ماشي خلاص. انما في ناس بقى كانت تشجعني وتقول لي كملي، والحمد لله لسه لحد دلوقتي في ناس بتشجعني وتقول لي كملي، والحمد لله انا هفضل مكمله لحد ما اوصل للمثال باذن الله ما شاء الله. قول لنا بقى انت يعني كنت بتلعبي رياضه؟ كنت بنزل جيم 3 ايام في الاسبوع، كنت بنزل ساعه ونص بلعب مثلا نص ساعه كاردي، وبعد كده بقى اجهزه حديد مشايه عجله حاجات من دي. نحاول ما نلعبش حديد قوي عشان ايه نلس. يعني احنا محتاجين دلوقتي في مرحله التنشيف خلاص كده، تنشيف يعني عايزين نشيل الدهون. لما هنلعب على المشايه ونلعب شويه كارديو والكلام ده كله هيشد جسمنا، بس في نفس الوقت احنا عمالين ننزل، وخصوصا في الفتره دي الاحسن المشي. المشي
هجيب معانا نتيجه. بعد كده هلاقي بقى ان جسمي اتشد. انا النظام مش هيعمل لي ترهلات، يعني النظام انت شايفها هتلاقيه الجسم بينزل على الهادي متناسق، ما بينزلش من حته ويسيب حته والكلام ده كله، فهتلاقي ان هو متناسق. حتى في بعض الناس يقول لك ايه انا اصلا عايز انزل كرشي بس لقيت ان كتفي هي اللي بتنزل شويه. ايوه اوريدي انت بس هي كله بينزل، بس عشان ده الكترة اللي عندك، فهو كله بينزل مع بعضه لغايه ما في النهايه يبتدي يتبقى اخر حاجه. ايوه انا الحمد لله والله متابعه، باكل كل الخضار اللي حضرتك بتقول عليه، البسله ما باكلهاش، القلقاس ما باكلوش، نفس ما مكتوب. بس البسله الفكره في اثناء النظام، البسله والقلقاس ده من الكرب، لو انا قلته للناس هيستخدموه كنشويات كخضروات، فلما انا هياخد خضروات مش هيخس، هيجي يقول لي ايه انا ما بخسش، صح؟ فهي الفكره انت ممكن تدخل القلقاس معاك في النظام بس بديل الكرب، تدخل البسله بس بديل الكرب، بديل الرز مثلا، تعمل ميكس ما بين البسله وما بين الرز، فده احنا قايلينه كمان يعني عشان برضو ناخد بالنا. لكن الحاجه دي كل حاجه ربنا خلاها هي مفيده، بس احنا بنركز على حاجات محدده ايام النظام، وفي نفس الوقت لو انت حتى عايزها ممكن ابدلها لك، بس خد بالك 1 2 3. انا الحمد لله باكل زي ما حضرتك بتقول بالظبط، باكل كوسه وباكل برنجان مثلا، اعمله بمسقعه لو انا زهقت من الخضار كله، بعمل مسقعه، بعمل قرنبيط، بعمل كل حاجه مكتوبه في النظام، اي حاجه زياده انا مش بزودها خالص. ودايما بحب اكل الكوسه عشان حضرتك بتقول انها بتخسس جدا، لان كنت دايما في اول الدايت عندي امساك، فالحمد لله ما بدات اكل الخضار واكل مثلا الخضار اللي هو الشبت والبقدونس والجرجير، انا بعمل طبق كبير جدا خضار اللي هو اكله ببقى شبعانه خلاص، يعني ممكن احيانا انسى الرز ان انا اكله بعد ما اتغديت، انسى ان في اصلا كان عندي نشويات، خلاص كنت اتغديت، بس الحمد لله جسمي مرتاح وحاسه ان انا مرتاحه، حاسه ان انا خفيفه. حتى اليوم الجمعه انا مش يعني كنت دايما فول وطعميه وبطاطس. حاسه ان انت مرتاحه عشان الدهون دي مش الدهون خارجيه بس، دهون دي دهون داخليه على الكبد وعلى الكلى، عارفه انت لما تبقى ضاغط يعني يبقى عندك مثلا عربيه وفيها حاجات بايظه من جوه، مش هتشتغل بنفس الكفاءه لما هتكون كل حاجه متظبطه جوه. فاوعي يعني تفكري ان الدهون دي شكل بره بس، لا دي بتحيط بكل الاجهزه الحيويه في الجسم، فلما اريح الاجهزه دي هلاقي نفسي ان انا مرتاح، يعني بينعكس على حياتي ان انا مرتاح هادي مبسوط، حتى نفسي اللي كان عالي لا بقى نفسي بقى هادي، صح؟ اكيد. وحسيت ان انا حاسه ان انا نفسيتي اصلا من جوه جميله، يعني انا راحه جايه من الاول كنت بعد خطويه، لا انا مش هنزل، انا مش هخرج مع اصحابي، انا مش هخرج مع اخواتي لاني مش قادره، وانا اصلا بنوته وحيده، فاللي هو كلام الاخوات بقى اللي هو انت تخينه انت مش عارفه ايه، لا بس الحمد لله تخسي وانت كده كويسه، وبعد ما تخسي تبقي احسن كمان ان شاء الله، وان شاء الله تعيشي حياه بشكل جميل وتدعي لنا من قلبك بقى. يا رب والله العظيم بدعي لكم يا باشمهندس، وحيه ربنا بدعي لكم دايما، ربنا يكرمكم يا رب ويجازيكم كل خير. رانيا دي شهاده تقدير ودي ربنا يكرمك على طول كده. وكانت معاكم رانيا من 120 ل 95، احلى تشجيع. رانيا مكملة معاكم، وانتوا ان شاء الله تقدروا ان انتوا تتشجعوا برانيا وممكن تبقوا زيها وكمان تعدوها كمان، وهي تبقى مبسوطة على فكرة. فتحياتي ليكم وتحياتي لرانيا وتحياتي لكل فريق المنصورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. علشان توصل لأنظمة لو نفسك تخس بكل سهولة، ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخس، هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس، زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من 1,000,000 مشترك، وبينزل عليها الأنظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل، وكمان فيديوهات تشجيعية يومية. ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من 2,700,000 متابع، وبينزل عليها أنظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع
بشكل مستمر ومتابعة مستمرة، وده حساب الرسمي على الانستجرام لو نفسك تخس، وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس، وده موقعنا الرسمي لو نفسك تخس، ودي قناة التليجرام الخاصة بلو نفسك تخس، ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل. أما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت، ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وإزاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا. ولو حابب تكون داعم لينا في تطوير محتوى لو نفسك تخس فده حسابنا على باتريون.